السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. اليوم جيت لكم بمقطع جديد من مقطع سوري. انا يا جماعة الخير اليوم يا شباب راح افاجئ اخي الصغير ورحت يا جماعة الخير شديت له يا جماعة الخير حساب مرة رهيب يا شباب، فان شاء الله يا جماعة الخير راح استعرض لكم هذا الحساب وراح انادي عليه لسته ما يعرف يا جماعة الخير اي حاجة، راح اشحن يا جماعة الخير جواهر وراح نغير اسم الحساب، فلسته الحساب يعني لسته كما استلمته يا جماعة. كما تلاحظون يا شباب هذا هو الحساب، حطوا لايك يا رهيبين، فيعني تعبير طلبكم تدري كم مره يا شباب يطلبون مني المتابعين اني اجيب له حساب، لانه يا جماعه الخير حسابه ضعيف كثير، فهو كان عنده حساب رهيب بس ضيع اياه. فبدون ما اطول عليكم يا جماعه الخير لايك يا رهيبين، وخليني اول شيء راح اشحله وبعدها يا جماعه الخير اروح انادي عليه. فراح نجيب يا جماعه الخير اول شيء هذا العرض لانه يعطيك جوائز كثيره بسعر منخفض. اوكي يا جماعه الخير حاليا شباب جري المعاجه وهكذا تم اتمام الدفع. اوكي فيلا يلا اعطونا الجوائز يا جماعه. مطالبة يا مدير، مطالبة. فهذا العرض يا جماعة أظن إنه ما راح يشيلوه، لهيك يا جماعة الخير راح إن شاء الله نضل نسوي عليه مسابقات كل فترة وفترة إن شاء الله يا شباب. أوكي يا جماعة الخير، الجواهر أظنها ما تكفي، فأي عرض نضيفه له يلا. هذا العرض يا شباب راح يعطينا 100 جوهرة بس هذا اثنين إضافيين ما أدري لو كانوا موجودين. كل مرة كيف يفيد هذا الرصيد؟ سبحان الله، مرة 2 دولار مرة 60 دولار. اوكي نايس. يا جماعة 10 دولار، روح يا مدير. والله جلدني يا شباب جلدني يا أخي، شريت له الحساب وضيف له يا جماعة خير 1000 جوهرة ب 100 درهم مغربية يا مدير. وانا حاليا مطفر بدي اشتري كاميرا يا اخي جلدني والله العظيم، انا ما عندي هذا التوب اب والله ما شحنته حتى لنفسي يا شباب. اوكي يلا الان يا جماعه الخير معانا تقريبا 2000 جوهره، فراح اروح يا جماعه الخير انادي عليه وراح يشوف يا جماعه الخير الجوهر الحساب ونغير له اسم الحساب ونحرق له الاحداث ونشتري له كثير اشياء. فيلا يا شباب لايك رهيبين واتمنى دعمكم يا جماعه، خسرنا فلوس يا شباب، حطوا لايك يا مدير. اتمنى انك تشاهد المقطع حتى النهايه. فيلا يا شباب خلينا نروح ننادي عليه ونشوف رده فعله. الله ماشي شنو نصوره ايش قررت؟ خليك باين معايا رافيني باش تبان تشوفوا فيك. المهم هذا الكونت هذا نحلقوا فيه شي حاجه توصل، فهمتي؟ في شي الجوال صح عادي، هذا الكونت ديالك شوف هو. اوه ماي جاد لا باقي ما حلفت شي شي ديالك. المهم هذا الكونت شريتو لك وشوفيت لك فيه دابا. والله الا شنو فيدو يما كان مخضرة. شحال الليفل ديالو؟ 160. شحال الجوال؟ 1000 وش حاجه. 1900 فيه شي حاجه يعني 2000. شو لايكات؟ الحساب الفيلقصات الاخيره يا جماعه ما شحنهم صاحبهم، بس يعني فيه الفراعنه كما تلاحظون يا شباب. او ماي جاد. قرب خليك باين معايا دقه. خليه يماو. شاف. صح. الو يا جماعة الخير حاليا شباب راح نغير الاسم. شو الاسم اللي عندك؟ بعيد كتير عندي مواجد. تطلع عندك هنا لصق اي شي هذا شي اي بروفي بلاصه كوبي الاي دي ديالك تفعلي تبعت كوبي الاي دي من هنايا. خليني اروح يا جماعة الخير اجيب الاسم وارجع. اوكي يا جماعة الخير جبت الاسم حاليا يا شباب، فراح نروح لتغيير اللقب وراح نحط هون كنترول في. ثواني مو موجود في اي كلان، وكلاني 50/50 فالمستوى اعطيني شي كلان مستوى. اوكي شباب دخلنا يا جماعة الخير لأحد الكلانات الله أعلم يا جماعة الخير شو هي، فراح نروح حاليا للمتجر عشان أشتري له هذا البطاقة. إذا كان ما اشترى أيوة ما اشترى أي شباب، حط استبدال نايس عندك البطاقات. اوكي فبعدها راح يطلع من هذا الكلان وراح أجيبه إن شاء الله لكلان يا جماعة حتى إذا كان بوت نو. اوكي شباب حاليا يا جماعة الخير قمنا بشراء البطاقة، فراح نروح عشان نغير الاسم يا شباب، راح نحط هون كنترول في
اوكي تاكيد الاسم عجبك؟ عجبك مع طاق الكلام اباع نقطه اي تي شباب، فتاكيد يا جماعه وتم تغيير اللقب بنجاح. اوكي الجوال شنو راح نسوي بيها؟ احلى مسكين القلب. الفاير باس؟ انا ما اعمل فيه. ما عندك مداد البيت؟ اشتري اشتري اشتري. ما عندك مداد البيت؟ لا تجي حاجه انت قد حماق عليها اصبر. الرقصه. يوم اللي عرفت فيها ليش كنا نهضر انا؟ ليش انا كنهضر ليش؟ فين هي اصلا؟ فوتيه. ما نعرف ذهبت. الله يعاونها. مشيت لك فاير باس ولا لا؟ هذا بهادي لا لا السم يا عمي. اوكي حسنا يلا فين شنو اسمه عند القلب تخيل. اوكي جاري التسجيل سكين القلب فين هو؟ هو يوريلي فهمتو هذا احدث والله سكين خرافي خنفو شاري. علاش تخرجوني علاش يا جماعه الخير؟ حاليا شباب راح نقدر نحرق الحدث لانه رحنا يا جماعه الخير لجوجل كما تلاحظون، فراح نحرق اياه من جوجل. اوكي شنو هذوما؟ انا ما عرفتش الحل. الشاري يعني تخذ يعني هذا وهذا يعني اثنين لفات. كيفاش عندك يعني شاري حاجه؟ مش الرقصه هذه عندك؟ ما اعرف نجيب هذه. اوكي 40 وحصل على 2 عناصر مجانية. يعني كل ما تشتري كل ما تاخذ. يعني لو جاتك المرة الأولى ما راح تجيك المرة الثانية فهمتهم. ويمكن أغير هذه الأربع أشياء؟ لا لا ما عندك. ولا كانوا عندي؟ لو كانوا عندك قريب. أنا ما أعرف أصلا شو حتى عندك بالحساب. الله أعلم. قردونا قردونا بدنا قرد. بس انا عندي واحد اقترب. الشعر يظهر اكبر من راسك. علاش؟ وعلاش؟ على تشوف شحال جاي القول ناقصي. زاري منحوس يا ما. اوكي شباب راح نشحلوا جماعة الخير مرة أخرى، بس هذه المرة شباب راح يجلدني والله العظيم. فين العرض؟ عاد اسبوع يا اخي قول لي شكرا واسمو شكرا بس تكفي. السلام عليكم يا شباب. يا اخي والله الشعر يزعجني يا جماعه. لا شكرا. تم الشراء ايوه حسنا. اوكي حصلني يا جماعه الخير على 100 ومدري كم. فالان يا جماعه الخير راح نروح تفو. اوكي يا جماعه الخير كما لاحظتم يا شباب احضرني الطاوله نعل الشيطان تحسك. اوكي شراء لازم نسكر الموقع ونرجع ولا نحط له تحديث. اوكي تم التحديث بنجاح، فحاليا يا جماعه الخير راح نقدر نشتري هذه. يلا ايوه هيك نايس شراء يا شباب. احصل على 2 لفات مجانيه. فحاليا يا جماعه الخير جبنا سكن القرد، لا القرد الاصلي يا شباب ومبروك له. اوكي راح نسوي اكس نحط اغلاق هذه ونرجع يا جماعه الخير لفري فاير. فحاليا الجواهر ناقصه، بس خلونا نروح يا جماعه الخير للخزنه نشوف هذه الاشياء اذا جاتنا ولا لساتها ما جات، ويا رب ما تكون جات. اوكي نايس 7 ايام 7 ايام شوفوا حظي يا جماعة. خليني اكبر الشاشة. يا حرام على هذا الحظ. ايوه انه سكين القرد عند القرد الاصلي شباب. فنحط له تزويد. ايوه بس الخوذة ما حطيته ولا كبلع يا قرد. شنو الثاني؟ اوكي جماعة الخير حاليا شباب خليني نشوف نروح نشوف السكنات تبع الاسلحة الموجودة في الحساب، لانه جماعة الخير انا والله العظيم ما شايف فيه شيء. ف
فا اوكي الانفراكس دبليو ام الشوت جان هذه مره اسطوريه بالنسبه للاي كي عندك تبع السرعه والايكيات الخايسه فهمت. فهذا مره رهيب للام بي الام بي 5 هذا الاثنين حط له تزويد. شنو الثاني؟ اوكي هذا رهيب. السكرات عندك هذا اسطوري باثنين معدل الاطلاق اسطوري فقط. البويا عندك هذا تبع البويا الام بي 40 عندك هذه وهذه 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 فالاسطوريه هي الخضراء. اوكي شنو ضل عندك شنو 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 الكروسبو عندك هذا الكروسبو المنفجر اللانشر عنده هذا تبع اثنين في المدى مره رهيب يا شباب. وهذا شو اسمه الفمارس رهيب الدراغانوف هذا اثنين مخزن الذخيرة وهذا واحد مخزن الذخيرة وواحد الدقة. الاكس ام 8 ما عندك الرهيب بس هذا شوي فهمت. اوكي السباس كلهم انا اصلا ما احب العب جماعة خير بالسباس. الام 60 هذا اسطوري وخلينا نحط الهادي تزويد. شنو ضل عندك؟ لاين سريع عندي لاين مرة رهيب هذا الكاتانا الجديد هو هذا ايوه نحط له تزويد ويعرف الفريق ولا نترك الام بي 40 اوكي. وبالنسبه للقنابل عندي جماعه دخلت كثير القنابل مره رهيبه والثلج كذلك فخلينا نشوف الرقصات. واو الرقصات عنده جماعه دخلت كله. السلام عليكم. اوكي التصفيق الداب والدجاج ايضا اوكي هذا وهذه يا اخي عند الرقصات مره اسطوريه شيء. اروح يا حيوان بدي اروح لك برحان يا جماعه والله افضحك. اوكي عنده هذه الرقصات هدده موجوده يا اخي والله الرقصات عنده تقريبا كلها يا جماعه. اوه ماي جاد ديم الملح يا شباب والله عنده كثير رقصات بس ينقصوا هذا شوي يا جماعه بعض الرقصات تنقص اياه فان شاء الله نجيب له اياهم. اوكي المركبه حقيبة الظهر عنده أشياء نادرة يا جماعة مرة رهيبة لوح ركوب الأمواج وصندوق الغنائم المظلة إنها المظلة يا سادة الأمطار قادمة يا شباب شرات خايسة وهذا البانر خلينا نشوف لو عنده شيء أفضل. إنه ليس من كلابات الخنزير ولا مرة طالع هيرويك عنده يجي مع الخيط ولا الهيرويك وايضا موسم 10 والموسم 11 والموسم 12 والموسم الثالث الرابع عشر ايضا يا جماعة و16 ما وصل. اوكي شباب فشفنا هذا الاشياء والخزن يا جماعة خلينا نشوف بسرعة السكنات عشان ما نطول المقطع يا جماعة الخير كثير فالسكنات خلينا نشوفهم هيك بشكل سريع يا جماعة بشكل سريع. شوف لو عندك سي نادر خبرنا. اوكي شباب يلا 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 نايس 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 المهم عنده كثير كثير المهم ما يبقاش بلا حوايج ديما لابس يلا يا اخي راحت لنا 100 درهم على سكين القرد لو انك جبت بها سكين في الحقيقه افضل. اوكي خلينا نشوف الاشياء الاخرى يا مدير عندك الشورت الاسود بس هو اخضر الحذاء 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 في كثير سكينات يا جماعه مره رهيبه والله العظيم اني افضل من لا شيء يا مدير. عندك الكريمينال الاخضر والكريمينال الابيض والاصفر وحتى الاحمر موجود والابغل. يلا خلينا نشوف الاشياء الاخرى. اوكي المستهلكات قريب تجيب كيوب ماجيك فراح تاخذ تبع الفاير باس راح تكمل كيوب ماجيك يلا. اوه عنده 5 من البطاقات راحوا يا مدير راحوا الخمس لا ما نقدر نحط بهم سبين لازم البطاقات الحمر الحمر. اوكي نروح يا جماعة الخير نشوف الاشياء الاخرى شوف الحيوان الاليف خلينا نشوف الحيوانات الاليفة مو يعني موجودة كلها
كلها موجودة، ما عدا هذه الأربعة ولا الخمسة ولا الستة، في كلها موجودة. عندك هذا لأنه مجاني، وعندك القطة لأنه تبع الجولد رويال مجانية، الكلب كان ما أدري كيف جبته بالصناديق، وها تبع الطبقة يا الحازة. ولا مرة شحل نفسه، دائما يا جماعة الخير يجلدني أنا أشحله. فيلا هذا كل شيء جماعة الخير في الحساب، الأي دي تبعه يا جماعة الخير، ابعثوا له طلب الصداقة. لا 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 ازعجوه يا مدير، حبقوه يا شباب. فشوفوا شايف الباص عنده صفر، والله انه اسطوره يا جماعه. اوكي هذه جماعه الخير الاي دي تبعه اللي بده يلعب معاه، والملف التعريفي فيه 13000 كيلو واشياء عاديه، فهمتي يا شباب؟ فيلا يا جماعه الخير، لايك رهيبين، ونلتقي في مقطع قادم ان شاء الله.